لما كان حتة ماتش يا بيبي. لا ماتش جامد. جدا جدا. بس رمزي بقى كلب قلبا وكالبا. عادل بقول لك ايه؟ ما تخلي كلب يقعدك انت كمان. يا سلام خليه يقعدك انت. اهون عليك يا بيبي. اللي هون عليه هون عليا. بس على فكره بقى الكلب بيشتهر بالوفاء. وفاء دي تبقى خالتك. وبعدين لو عايزانها في عرض انا ما تعضش اقل من اسد. عايز مني حاجه؟ يا عم ما فيش غيرك اسد. رمزي رمزي. نعم يا حته. بقول لك ايه، انا رايح مشوار، اوعى تدخل حد، والكلبه اللي على راسي في الشارع يا ريت نبطل نعاكسها. حاضر. يلا هاو هاو. انا رمزي. ايه ده دول؟ انت ايه اللي دخلك؟ هو حته فين؟ حته راح مشوار كده، صد رد ورجع على طول. طيب ماشي. ايه في ايه؟ ممنوع الدخول. يعني ايه ممنوع الدخول؟ ما انا دخلت يا غبي، يعني حتى وانت كلب غبي برضه ما انا دخلت. ممنوع الدخول يا دوله. يا ابني ما انا خلاص دخلت. في ايه؟ معلش يا دوله، معلش معلش. اتفضل، مع السلامه. يعني ايه مع السلامه؟ يعني ايه تقول لي اطلع بره ازاي؟ يعني زي السكر في الشاي. يا هزار الكلاب، اوعى ضرب. ايه يلا معلش بقى دوله، مع السلامه. يا ده انا صاحبك. يا صاحبي وصاحبك على القهوه يا دوله. ما احنا على القهوه يا هبه. لا 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 لا, لا, لا معلش. يلا اتفضل بقى بدل ما هعضك يا دوله. تعض ايه؟ انت تقدر تعض؟ ولا ولا رمز. ايه ده رمزي؟ ايه ده رمزي؟ رمزي قطعت نفسي، قطعت نفسي. يخرب بيتك، مش انا اللي حذرتك وقد احذر من فنزك؟ يخونك العيش والعظم يا رمزي. ما انت اللي كنت عايز تدخل بالعافيه يا دول. خلاص يا سيدي، انا اسف، انا اسف، انا بعتذر لك. لو سمحت سامحني، سامحني سامحني يا رمزي. ها سامحتني؟ خلاص يا دول، المسامح كريم. اديني الاماره، يعني اديني الامان. يخرب بيتك، يخرب بيتي، يخرب بيتي، يخرب بيتي اللي وقعت الحاجات دي، يخرب بيتي. انا مش عارف اعمل ايه. الرمز ده، الرمز ده بجد خلاص خرج بره السيطره. انت اللي مش عارف تتعامل معاه. اتعامل معاه اعمل له ايه اكتر من كده؟ طبطبه وطبطب، لعب ولعبته، اعمل له ايه تاني؟ حرام عليك يا عادل، يعني فيش كساه، يعني المفروض انك تدلعه اكتر من كده بكتير. ادلعه ازاي يعني يا حماية؟ تعمل له ايه؟ خده تحت باطك يا اخي. اخده تحت باطي ازاي يعني يا ماما؟ يا ماما ما تقولش عليه كلب لو سمحت، ما تحسوش ان هو حيوان. هو طول عمره حيوان من قبل ما يعضه الكلب، وهو على فكره حيوان. لعلمك انا هقول له على الشتيمه اللي انت قلتيها عليه دي. هتقوله ليه؟ هقول ان انت شتمتيه، خليه يعضك. يعضني؟ على فكره مش شتمتوش. يا سلام. لا موتش. يا جبانه. ما هو انا جبانه؟ من شبه اخاف ما ظلم. طالعه زيي. بص يا ابو ياسمين، انت ليه لغايه دلوقتي ما اديتلوش الحقنه؟ انا كل ما اجيب له صرت الحقنه يهجم عليا. يا حرام يا ابني، اطعديله. والله من كلب ذكي. ايه ده؟ ايه ده كلب الصور اللي انت حاططها دي؟ دول يا دوله ملكات جمال الكلاب. بص عامله ازاي؟ عمر ايه يا ابني؟ ايه اللي انت عامله؟ شيل القرف ده يالا، شيل القرف ده. دول حلوين قوي، حلوين قوي. يا كترهم بقى، كترهم، يعني املى بقى البازار كله. بس دي صور حلوه قوي. صباح شريف عفيف خالي من البكش والاونطه، مين فيهم اللي عضك يوم؟ انت اللي عديت ابني؟ ايوه انا اللي عضيته، وممكن اعضكم كلكم عشان هو طالع عليه الادب زيك كده. في ايه بس يا معلم؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا عايز اسالك يا باشا، الراجل ده يعني حته من فشتك، حته من كلاويك، يخصك؟ عشان انا من الاخر مش هسيبه. لا ما يخصني. يخصني طبعا، ده ابن عمي حبيبي، انا بحبه يعني. طب بعد اذنك يا باشا، انا هعضه زي ما عض ابني. ما يمكن يكون ابنك غلط يعني، فهو عضه بناء على غلط، وفي عيال صغيره بيبقوا قرود يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ انت باين عندك الحنبلايه سبايس زيه. لا اوعى حد يزعل صاحبي، انا كلب وفي. جدع جدع جدع، كلب وفي فعلا، كلب وفي. ست 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 ست. نو نو نو.
ايوه برافو عليك. حالته بقت صعبه قوي يا دكتور. يعني تخيل حضرتك بقى يعض الكلاب في الشارع، يعني يعض الجيران في الشارع. تخيل يعض الجيران في الشارع. ممتاز ممتاز. استاذ عادل، ايه اللي خلاك لغايه دلوقتي ما تدلوش الحقنه؟ يعني الاول انا ما كنتش شايف منه اي خطوره، يعني كان وافي وما فيش منه مشاكل لغايه ما اتصاحب على كلاب الشوارع واخلاقه اتغيرت جدا. كلاب الشوارع، تقدر تفتكر بالظبط هو اتعض امتى؟ يعني تقريبا اسبوع، حوالي اسبوع. مش ممتاز؟ ايه، لو استنينا عليه اكتر من كده الفيروس هيتمكن منه ومش هنقدر نعالجه. طب حضرتك ما هو يعني رافض ياخد الحقن. انا عندي حل. بص، اديله نقطتين من الازازه دي. الازازه دي ازاز ميه يعني؟ دي اللي انا بشرب منها دي. من الازازه دي نقطتين في الاكل وابقى اتصل بيا. طب افرض حضرتك رفض ياكل الاكل، برضه اتصل بيا. ماشي. الخطة تنفع بقى يا رب. يا رمزي، اهلا 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 يا رمزي. يلا الاكل جاهز، الاكل جاهز. يلا كل بقى. ايه الكفته اللي انا حطيت عليها النقط؟ النقط ايه دول؟ نقط فيتامين، عشان انا جايب لك كفته طريه على اسنانك، فالفيتامين ده خليك تاكل العظم كله بقى. فيتامين كمان يا دوله. يلا. ايه ايه شكله كشفها، يخرب بيت عقلك يا دكتور عظمه. ايه، انا مش هاكل الاكل ده دول. ليه يا رمزي يا حبيبي؟ ليه نفسي تسدت يا دول؟ ليه يا ابني، ده اكل حلو قوي، ده غذيك. لا نفسي مسدوده يا عم، كلهم انت. اصحاب الكلاب بينادوني بقى في الشارع دول. طب استنى، لازم تاكل بقى قبل ما تروح تلعب عشان تبقى اقوى واحد فيهم. لا انا عايز العب بقى معاهم. عارف انت لو كلت دول هتسبقهم كلهم. هلعب شويه وبعدين هبقى اجي بقى اكل دول. يا دكتور عظم، الخطه شكلها مش نافع ولا ايه؟ تعالى هنا بدل ما سايب عليك عشماوي. دولة دولة، الحقني يا دولة، انا صديقك الوافي يا دولة. انا ما بصاحبش كلاب، تعالى هنا يالا. خلاص مش هعض حد تاني، انا هعض نفسي بس. عايز تيجي وعايز تعطلني عن العياده؟ عشماوي جاهز. انا جاهز. لا لا يا عم عشماوي، ماشي انا هاخد يا عم الحقن. حاضر. تعالى من ورا النصب. ما تدوهاني من هنا، من هنا مش هينفع. تعالى من ورا النصب. طب هتدوهاني فين؟ في العطل. تعال عشماوي، عشماوي هاتوا كبش العطل يا دولة. مسكته مسكته، اضرب ادي الحقنة. السن جامد قوي. مياو مياو مياو.